أهلا بكم مشاهدينا. العلاقات الاستراتيجية الخليجية الأوروبية تشهد تطوراً وحراكاً ملفتاً مؤخراً، لا سيما في ملفات الأمن والطاقة. هنا في العاصمة العمانية مسقط تجتمع الدبلوماسية الأوروبية الخليجية. ضيفي للحديث عن ملفات عدة تهم الجانب الخليجي والأوروبي أيضاً معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي معالي الوزير جاسم البداوي. حياك الله معالي. حياك الله ميسة. اسمح لي أولا أبدأ معك بملف مهم جدا، ملف غزة، حرب غزة. دول مجلس التعاون أصدرت بيان يدين الاعتداءات الإسرائيلية على غزة. هل طلب منكم حتى الآن من الجانب الفلسطيني التدخل للتهدئة؟ بالبداية شكرا على الاستضافة أخت ميس. وزراء خارجية الدول العربية سيجتمعون بعد غد إن شاء الله في القاهرة لاجتماع طارئ دعيت له لمناقشة تطورات في غزة. الدول الخليجية مواقفها ثابتة وواضحة تجاه هذا الاعتداءات اللي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وطالما يعني أكدنا للمجتمع الدولي على أهمية التوصل إلى حل الدولتين والالتزام بالقرارات الدولية والالتزامات بال التشريعات الدولية وعلى رأسها المبادرة العربية لعام 2002 التي تدعو إلى حل شامل ومنصف للجميع يقوم على أساس حل الدولتين. لا أحد من الدول الخليجية أو أحد من دول العالم يرغب في أن يرى قتل الأطفال وقتل النساء وترويع الشعوب في أي مجتمع كان في العالم. لا يمكن أن نقبل أن يروع أحد في بيته وفي مأمنه سواء كان فلسطيني أو أي جنسية أخرى، ولكن يتوجب على المجتمع الدولي أن يأخذ مواقف ثابتة وصريحة لمنح الشعب الفلسطيني حقه ومنحه دولته. 7 عقود 8 عقود الآن والشعب الفلسطيني وهو يركض خلف هذا السراب، ونحن الآن أمام مساءلة تاريخية للتوصل والانتهاء من هذه المشكلة. معاليك، الآن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي متواجدين هنا في مسقط، كذلك وزرائهم من دول الخليج. وقعتم قبل عام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع دول القارة الأوروبية، أين وصلتم في تنفيذها؟ نحن لم نوقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الأوروبي، هو الجانب الأوروبي تبنى وثيقة داخلية أوروبية وقعت عليها فقط 27 دولة فيها خارطة طريق لتطوير علاقاته مع دول الخليج العربي. نحن وقعنا اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي في عام 1988، وهذه اتفاقية يعني يطول شرحها، لكن أريد أن أركز على سؤالك ميس. الاستراتيجية الأوروبية للشراكة مع دول الخليج العربي هي استراتيجية شاملة تتحدث عن كافة أنواع التواصل مع دول الخليج العربي. الاتحاد الأوروبي رأى في دول مجلس التعاون دول أصبحت لها ثقلها الإقليمي والدولي، دول أصبحت لها طموح كبيرة ولها وزنها. الاتحاد الأوروبي يدرك أن مجموع الناتج القومي لدول مجلس التعاون الآن هو 2.4 تريليون دولار أمريكي. الاتحاد الأوروبي يدرك أن دول مجلس التعاون متوقع أن يكون ناتجها القومي في 2050 6 تريليون دولار أمريكي. فهذه مجموعة دول مهمة إقليميا، مهمة دوليا، مهمة سياسيا، مهمة اقتصاديا، فرغب أن يطلع معها في هذه الشراكة. نحن نرحب هذه الشراكة، وهذا جزء منها. اجتماع يوم غد هو اجتماع شامل سنتحدث فيه حول العديد من المواضيع سواء السياسية، الاقتصادية، الأمنية، الثقافية، الأكاديمية، الاستثمارية، الأمن السبراني، الأمن البحار. فعلا حديث شامل لكل المواضيع نحن تعودنا عليه مع أصدقائنا في أوروبا. لكن معالي، لأول مرة نرى أن الأوروبيين ودول الخليج على نفس الصفحة يتحدثون بنفس الصفحة. هنا أتحدث عن الأمن والطاقة، كيف هي هذه الملفات على مستوى التنفيذ؟ دول مجلس التعاون تؤمن بأن أمن الطاقة هو أمن مهم للعالم أجمع ومسؤولية العالم أجمع. دول مجلس التعاون سياستها واضحة وعلى قدر المسؤولية بأن توفر الطاقة للمجتمع الدولي،
وأن يعني تتواجد حينما تكون هناك ظروف استثنائية لتوفير الطاقة للعالم أجمع بأسعار تكون تفضيلية للمستهلك والمستورد. نعمل بجد تجاه التوصل إلى توفير الطاقة لكل العالم وضمان تدفق الطاقة في الخليج العربي مرورا في مضيق هرمز وضمان الأمن البحري وضمان انسياب التجارة البينية والسلع والبضائع بحريا. هذه مسؤولية هامة، مسؤولية تقع على دول الخليج وعلى حلفائنا بالعالم، تقع على كافة الدول المطلة على الخليج العربي أن تتولى أمن وضمان الأمن البحري. معاليك، الآن أوروبا تواجه نقص حاد في الغاز والنفط، الدول الخليجية وجدت نفسها في قلب التوتر الحاصل بين الغرب وروسيا، أين تقف الدول الخليجية من هذا الصراع الآن؟ دول مجلس التعاون عقدت حوار اجتماع مشترك وزاري على مستوى وزراء الخارجية في شهر يونيو الماضي مع وزير خارجية الولايات المتحدة وفي الرياض، وبعده في شهر عقدت اجتماع مشابه وزاري مشترك مع وزير خارجية روسيا، وفي شهر سبتمبر الماضي عقدت أيضا اجتماع آخر مع وزير خارجية الولايات المتحدة. فالدول الخليجية لديها صداقات وعلاقات مع كافة دول العالم، تقف مسافة واحدة مع الجميع، ترى بأهمية الحوار واستمرار الحديث والتناقش والتباحث للتوصل إلى يعني إنهاء التصعيد في الملفات والقضايا سواء الإقليمية والدولية. فدول الخليج تقف بالمنتصف مع الكل وتحاول أن فعلا تجد وتساعد في إيجاد الحلول لكافة القضايا سواء الإقليمية منها أو الدولية. سأنتقل معك إلى منطقة الشرق الأوسط. قبل نحو أسبوعين تحدث عن العلاقات الإيرانية مع دول الخليج، هنا قلت أن الاستهداف الحوثي للقوات البحرينية على الحدود السعودية اليمنية كان أو انعكس سلبا، وأيضا تحدث أن بهذا الاستهداف ربما العلاقات عادت مع إيران خطوة، كيف هي عادت للمربع الأول؟ عادت مع 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 المحادثات مع اليمنيين خطوة، هذا ما قلته. يعني احنا وصلنا الى محادثات جيده في الرياض، واتى فريق من الحوثي الى الرياض وصدرت اشارات ايجابيه عديده حول يعني وجود انفراجه في هذا الملف، وهذه الانفراجه كنا نتوقع ان تؤدي الى استئناف الحوار السياسي ما بين الاطراف اليمنيه، ولكن ما تعرض له الأشقاء في البحرين كان يعني هجوم غادر وهجوم إلى ناس كانوا يعني غير مستعدين للهجوم. ففعلا يعني ننظر إليه عمل إرهابي، عمل شنيع، وهذه الأفعال هذه في كافة الملفات وليس في ملف اليمني ما في شك تؤثر على مسار أي مسار سياسي أو أي مسار حوار محادثات. الآن كيف تقيمون العلاقة الخليجية الإيرانية في ظل التقارب السعودي الإيراني؟ دول الخليج رحبت ترحيب كبير بالتقارب السعودي الإيراني، ودول مجلس التعاون أغلبها تتمتع الآن بعلاقات طبيعية نوعا ما مع وليس كلها، هنالك دولة لا يوجد لديها علاقات دبلوماسية الآن مع إيران. ف نحن نحاول من خلال هذه العلاقات أن نجد أرضية واضحة مع الحكومة الإيرانية من أجل أن نطلع بيعني علاقات طبيعية تقودنا إلى أمن واستقرار المنطقة. الجانب الإيراني يدرك إدراكا تاما بأن دول مجلس التعاون كافة ليس لديها أي مصلحة بأي تصعيد في الخليج العربي. الجانب الإيراني يدرك إدراكا تاما بأننا نؤمن بأن إيران أشقاء وجيران لنا، ونحن نعيش طول هذه السنوات في شرق الخليج وفي غرب الخليج مع بعض، ونحن نأمل بأن نتوصل إلى علاقات طبيعية، علاقات
تضمن عدم التدخل في شؤون الآخرين، علاقات تضمن عدم تصعيد وتأزيم المواقف. اسمح لي أن أنتقل معك إلى دول عربية وإفريقية تهم الاتحاد الأوروبي وتهم أيضا المنطقة الخليجية. هنا أتحدث معك عن ليبيا. الملف الليبي به أزمات سياسية. الآن ليبيا بها أزمة أيضا تؤرق الاتحاد الأوروبي. هنا نتحدث عن ما ينتج من ليبيا من هجرات غير شرعية. هناك دول خليجية لها مصالح في ليبيا كما الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أيضا. هل يمكن التنسيق بين الدول الأوروبية والدول الخليجية لإحداث اختراق إيجابي في هذا الملف؟ في البداية يعني احنا نتمنى للأشقاء في ليبيا من صميم قلبنا الأمن والأمان والاستقرار. هذه دولة يعني مهمة جدا وقريبة إلى قلبنا، دولة تقع في موقع استراتيجي هام، دولة بها من الخيرات ولله الحمد الكثير، وفيها يعني نفط من أفضل أنواع النفط في العالم. نحن في دول مجلس التعاون حاولنا أن نساعد في الملف الليبي في عدة محاولات، ولا نزال نحاول وندعو كافة الأطراف في ليبيا بأن يعني يحتكموا إلى لغة الحوار والتباحث وتقريب مصلحة الوطن ومصلحة الشعب الليبي على أي مصلحة ممكنة لحزب ما أو لتجمع ما. نحن ندعم جهود المبعوث الأممي في ليبيا الأخ عبد الله، وندعو إلى يعني الإسراع في استئناف الحوار الليبي واستكمال هذا النهج حتى نصل إلى ليبيا، ليبيا التي نعرف ليبيا بالشعب. فيما يخص سؤالك المتعلق في الهجرة الغير منظمة والهجرة الغير شرعية التي قد تخرج من الساحل الأفريقي على البحر المتوسط إلى أوروبا، هذا بالنسبة للقارة الأوروبية فعلا هي يعني مشكلة كبيرة ومشكلة قديمة وليست جديدة، وليبيا ليست السبب في هذه المشكلة. هذه مشكلة لها أسباب عديدة ولا يمكن أن تحملها لدولة ما أو لموقع ما. هنالك عدة عناصر للتعامل مع هذه مشكلة الهجرة. البحث عن أصل وسبب الهجرة والمحاولة لحلها، التوصل إلى آلية لضمان عدم هجرة غير المهاجرين غير الشرعيين، الضمان أن يتم التعامل مع هؤلاء المهاجرين عندما يصلون إلى النقطة الذين يصلون إليها. فهنالك عدة عناصر، لا يمكن لشخص ما أن ينظر لموضوع الهجرة من زاوية واحدة، هنالك ميس العديد من الزوايا والعديد من القضايا المرتبطة في قضية الهجرة الغير شرعية. والجانب الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي تدرك هذا الشيء ولديها خطط عديدة للتعامل معه. إذا طلب من دول مجلس التعاون أن تساهم وتساعد فهي لن تتردد بتاتا في هذا الموضوع، ولنا في هذا مثال واضح وحي وقريب. في شهر مايو الماضي أو يوليو الماضي، أحتاج أن أتذكر بالضبط، كان هنالك مؤتمر دولي كبير دعت إليه إيطاليا للتعامل مع قضية الهجرة، وشارك فيه كبار المسؤولين وقادة من دول مجلس التعاون، وأعربوا عن استعدادهم لمساعدة المجتمع الدولي وبالأخص القارة الأوروبية للتعامل مع هذا الموضوع. الآن سننتقل معك إلى دولة مجاورة لليبيا. هنا أتحدث عن السودان. السودان السعودية لعبت دور مباشر وتلعب دور مباشر بجمع أطراف الأزمة في حوار جدة. لأي مدى باعتقادك اليوم يمكن تنسيق المواقف مع الاتحاد الأوروبي؟ أيضا الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على أطراف الصراع لحل الأزمة، أوروبا بشكل عام وفرنسا بشكل خاص أمام واقع جديد في القارة الإفريقية. الآن الموقف الأوروبي والموقف السعودي، كيف يتم التنسيق في ملف السودان؟ هناك يعني الموقف الخليجي من الملف السوداني يمكن يعني موقف كبير واضح، ولكن يمكن اختصاره بثلاث نقاط. النقطة الأولى هي يعني دول مجلس التعاون تدعو إلى التهدئة وتدعو إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي السوداني، وتدعو إلى ضمان عمل المؤسسات السودانية وحماية الأشقاء والشقيقات في السودان وضمان أمنهم واستقرارهم. هناك ترويع كبير، هناك يعني مع الأسف عمليات غير إنسانية عديدة في السودان، فنحن ندعو إلى التهدئة واحتكام العقل
وإعادة عمل المؤسسات سواء السودانية أو حتى الدولية والإقليمية التي تقوم بالمساعدة. الموقف الثاني الخليجي يمكن اختصاره أيضا في أن احنا ندعم المسيرة التي تقوم عليها وتشرف عليها كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة للتنسيق ما بين الأطراف المتنازعة السودانية، ونأمل أن تأتي ثمارها. أيضا الموقف الثالث الخليجي يعني الهام هو أن احنا يعني نؤمن إيمان بمخرجات القمة التي دعت إليها جمهورية مصر العربية في القاهرة في شهر يوليو الماضي حول السودان، ومخرجات هذه القمة مخرجات هامة، ويعني نتمنى أن يتم تطبيقها على أرض الواقع. نحن على أتم الاستعداد للتعاون ومساعدة المجتمع الدولي لمساعدة أشقائنا في السودان. نحن نتمنى أن يحتكم الجميع لعقلة في هذا الملف، وبالأخص الأشقاء في السودان، من أجل ضمان وأمن الشعب السوداني الشقيق وعودة الاستقرار إلى هذه البلد الهام. أخيراً، الدول الأوروبية تواجه وضع خاص أو وضع مختلف عليها في القارة الأفريقية، خصوصاً فرنسا. هل طلب من دول مجلس التعاون التوسط في الملف الأفريقي؟ شهدت انقلابات مؤخراً عديدة. الحكومة الفرنسية تتواصل مع الدول الخليجية كل على حدة وبشكل منفرد وثنائي حول العديد من الملفات والقضايا. قد تكون الحكومة الفرنسية طلبت من دولة خليجية ما أن تساعدها أو أن تبذل جهود لحلحلة ملف أو قضية سواء في أفريقيا أو خارج أفريقيا. مثل ما ذكرت لك في بداية الاجتماع، نحن فخورين بموقفنا الدولي والإقليمي، نحن فخورين بما وصلنا إليه. نحن كمجموعة خليجية وصلنا مؤخرا إلى اتفاق مع باكستان حول اتفاقية التجارة الحرة. نحن فخورين بهذا الإنجاز الكبير، هي الاتفاقية الأولى التي نوقعها بالأحرف الأولى منذ عام 2009. هنالك العديد من الاتفاقيات التي يعني يرغب الدول بأن يدخلوا فيها، لدينا مع نيوزيلندا، لدينا مع المملكة المتحدة، لدينا مع كوريا، لدينا أيضا مع الهند والعديد سنغافورة، وهنالك توقيع على مذكرة للبدء بمفاوضات مع اليابان في العام القادم. فالكل يدرك أهمية دول مجلس التعاون على المستويين الإقليمي والدولي سياسيا واقتصاديا، ونحن فعلا فخورين بهذا الإنجاز. ميس، أشكرك معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي. أشكركم مشاهدينا على متابعة هذا اللقاء، دمتم بخير. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.